الرسائل هنا في ميدان التحدي. ثلاثون اسما اذا تحضر في هذا التحدي، ليكون التحدي مشاهدينا الكرام جامعا هذه الشعارات. بسم الله وعلى بركة الله أيها الحفل الكريم، أيها المتابعون الأعزاء أينما كنتم، نرحب بكم في ميدان الشحانية، نرحب بكم ضمن فعاليات هذا المهرجان الكبير، مهرجان سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني يحفظه الله ويرحمه. بدأت المسيرة أيضا، مسيرة الشوط الأول، الشوط الرئيسي، شوط المنافسة القوية، شوط الإمكانيات، شوط الطموحات، وما أعلى ذلك السقف حيث الكل يمني النفس بأن يكون هو صاحب الحظ السعيد، من سيحصل وسيحصد هذا الشرف العظيم، الشلفة الفضية. مباشرة انطلق مع من تتسلل الى غمرة قيادة المركز الاول واللي هي غزوة اذا غزت المقدمة لتعلن عن تحديها للجميع، للسيد حمد بن صالح بن حمد القمر المري هو المقدم لغزوة في المركز الاول. اتابع المركز الثاني لاجد غنيمة تحتل مركز الوصافة، لسهيل بالطوير بالاسود بن محمد يقدم غنيمة في المركز الثاني. اتابع المركز الثالث لاجد خيال، من تأتي بخيالها الواسع، للسيد جاسم بن كردي بن طالب المنخس المري وهي احد الاسماء القوية في هذا الشوط. اتابع المركز الرابع لاجد من هناك الانطلاق مع العاصفة، العاصفة يقدمها الشاعر مبارك بن حمد بن العود العامري في اجواء عاصفية، في اجواء قوية ومثيرة. حصل دخول وتسلل على المركز الرابع من قبل هيلمان لسليم بن سالم بن علي الغيلاني، من أطلق هيلمان في هذا الامتحان قضية الميدان. يا سلام، هذا هو نداؤنا الأول، ومن هنا تحول إلى المركز الأول لأجد غنيمة تبحث عن الغنائم، تبحث عن الغنيمة الكبرى وهو ذلك الرمز، الشلفة الفضية. هذه غنيمة إذا تحتل المركز الأول، تقود هذه المجاميع للسيد حمد او هنا للسيد سهيل بالطوير بالاسود بن محمد هو من يقدم غنيمة في المركز الاول. يا سلام يا بالطوير، اشوف المركز الثاني لاجد خيال، خيال تحتل المركز الثاني، ولكن ايضا يتسلل هنا حمد بن صالح بن حمد القمر المري غازيا من جديد مع غزوة في المركز الثاني. غزوة اذا غيرت وانتقلت الى المركز الثاني للسيد حمد بن صالح بن حمد القمر المري، وفي المركز الثالث من هناك خيال جاسم بن كردي بن طالب المنخس المري وسجلاته مليئة بالانتصارات، بينما المركز الرابع أشاهد هيلمان سليم بن سالم بن علي الغيلاني هو من يقدم هيلمان في المركز الرابع. والمركز الخامس وصلت مشهورة، يا سلام مشهورة تبحث عن الشهرة، والشهرة بكل تأكيد ستكون من نصيب من ستحصد الرمز في هذا الشوط القوي. مشهورة على المركز الخامس يتقدم معها علي بن غدير بن عبيد الكتبي. يا سلام يا بن غدير، شوفوا مشهورة بدأت تتسلل، ولكن أعود إلى غزوة. الله، 1500 متر، كيلو ونصف الكيلو على ختام هذا الشوط، على معرفة مسار هذه الشلفة ومصيرها. الله الله الله، هنا غزوة إذا في المركز الأول، حمد بن صالح بن حمد القمر المري يقدمها في هذا الشوط القوي. في الشوط الرئيسي المركز الثاني بدأت التحركات الآن، وانطلقت غنيمة على المركز الثاني، وينطلق معها أيضا سهيل بالطوير بن محمد بالأسود. والمركز الثالث هجوم قوي، شوف القادمة صواب، وصلت صواب وانطلقت مع شعار عبد الله بن محمد بن جمعة بن معضد بن جبر. يا سلام يا صواب، غيرت إلى المركز الثاني، ولكن الآن
نقترب مشاهدينا الكرام من كيلو الحسم. هذا هو الكيلو الأخير، هذا هو الكيلو الصعب، والمقدمة هنا ما زالت مع غزوة بن قمرة. المركز الثاني صواب، الله يا صواب، شوفوا صواب، تابعوا صواب، انطلقت في المركز الثاني. يا سلام، عبد الله بن محمد بن جمعة بن معضد بن جبر، وفي المركز الثالث أتابع هنا الشاهينية، مبارك بن محمد بن مهير بن سعيد المنصوري. ولكن غزوة ما زالت صامدة، الله يا غزوة، الشلفة يا غزوة، يا سلام، صواب وغزوة، غزوة تقاوم، تقاوم رياح التغيير، تقاوم هذا الضغط. المركز الثاني بدأت الآن صواب، المركز الثالث هنا بن غدياء وبن مهير، بن مهير المنصوري، صواب على المركز الثاني، غزوة على المركز الأول، صواب وغزوة، صواب وغزوة، صواب صواب، أصابت المركز الأول، أصابت الشلفة، أصابت الناموس، يا سلام. صواب، إذن تنال كل درجات الإعجاب وتسيطر سيطرة واضحة على المركز الأول، وبالتالي صواب، صواب هي الشلفة، صواب هي الرمز. سلام سلام، صواب عبد الله بن محمد بن جمعة بن معضد بن جبر ينتزع الشوط المفتوح للحقائق البكار. المركز الثاني غزوة للسيد حمد بن صالح بن حمد القمرة. المركز الثالث جاءت فيه العابرة للسيد سعيد بن محمد بن سعيد بن خالص العامري. والمركز الرابع جاءت فيه الشاهينية للسيد مبارك بن محمد بن مهير بن سعيد المنصوري. والمركز الخامس كان من نصيب الغربية للسيد محمد بن صغير بن محمد بن سيف المنصوري. مشاهدينا الكرام، إذن هكذا تابعنا صواب التي جاءت لتصيب هدف المركز الأول، إصابة موفقة لعبد الله بن محمد بن جمعة بن معضد بن جبر الذي أطلقها في 600 متر الأخيرة تقريبا لتحقق المطلوب منها وتصيب الهدف، إصابة بالغة بنسبة 100%. التوقيت الزمني 6 دقائق 6 ثواني، 49 جزء من الثانية. تهانينا للسيد عبد الله بن محمد بن جمعة بن معضد بن جبر على انتزاعه للشلفة الفضية. المركز الثاني جاءت فيه غزوة وتوقيتها 6 دقائق 8 ثواني 33 جزءا من الثانية. تهانينا لمالك غزوة حمد بن صالح بن حمد القمرة المري. وفي المركز الثالث جاءت فيه العابرة وقدمت العابرة أو قطعت العابرة المسافة في 6 دقائق 8 ثواني 51 جزءا من الثانية. تهانينا لسعيد بن محمد بن سعيد بن خالص العامري. شوط رئيسي مشاهدينا الكرام.